وشنو هو السوجي تاع اليوم؟ اليوم نطرحوا سؤال يعني بسيط ولكن لا ريبونس تلعب دور هام. اسكو مع الوقت الانسان يقدر يتبدل؟ اسكو انسان اللي ماشي مليح وفيه عوايد وفيه يعني امور ماشي مليح، اسكو مع الوقت نقدروا نثقوا فيه ومع الوقت نقدروا نقولوا باللي هذا الانسان يتبدل؟ كاين اللي في على فان نقول لهم تا جامي تبدل ولا انت جامي تبدلي. اسكو كاين كي فون ليكسيبسيون ويتبدلوا مع الوقت ولا سي امبوسيبل؟ اللي فيه جامي يتبدل. 021-69-27-27 عيطوا لنا وحكوا لنا اسكو عرفتوا، اسكو شفتوا ناس مع الوقت تبدلوا بعد ما كانوا ماشي ملاح. فوالا هذه هي. قبل ما نطلع لكم ناخذوا مكالمه. الو نعم. الو وي السلام عليكم. السلام. واش اربان صافاك مليح؟ لاباس صحتكم بخير؟ راك مليح؟ والله الحمد لله. صحتك اربان. هذه غيبة عندي بزاف ما شفتك. الله يسلمك. كل اثنين وخميس على امواج 24.7 فم ديلا فم. والله ما سمعتك. قلت لك كل اثنين وكل خميس. ما سمعتكش مليح. معليش معليش. راني نعيط. منين منين؟ راني نعيط من دار البيضاء، فخات كان بنت حومتك. ما دار البيضاء. يا مام نجيب داركم، على بالي نجيب باتيسي ونجيب الورد ونجي نخطب. لا يا مامي ما تحشمينيش. ايه صافا صافا الله بيان، دار البيضاء باب الزوار، ايه صح جوست اكوتي. ايه واش درت لنا سوجي شباب اليوم. اه وي اه وي. وقيلا عيطوا لك وبيعوني سي بور سا درت سوجي هذا. سيرمو ايه سيرمو سيرمو. اه وشنو نقول لك؟ بون انا عيطت باش نبيع روحي بلي صح كاين ناس يكونوا ماشي ملاح ويتبدلوا. وكاين الناس يكونوا ملاح ولو ماشي ملاح صديقو على حسب دوره في الدنيا. ايه بصح اللي مليح مع الوقت ما يقدرش يكون ماشي مليح، يعني سي ديفيسيل يعني. يا سي ديفيسيل. اه سي ديفيسيل واحد يكون مليح ما يولي ماشي مليح. لا هذيك هي صعيبه بصح، ان يكون انت قلت الناس يكونوا ماشي ملاح يقولوا ملاح اسك كاينه. اسك صعيب كاينه منها يكونوا ماشي ملاح ما يولوا ملاح، يتسقموا مع الوقت. ما يتسقموا مع الوقت. ايه يتسقموا مع الوقت. احكي لي. تسقمت مع الوقت. انت تسقمتي مع الوقت؟ ايه. شحال جاز من وقت باش تسقمتي؟ والله ما سمعتك. قلت لك شحال جاز الوقت؟ ما واحد 8 سنين يعني شويه تروفريت بصح ولا غير تبدل. كيفاش كنتي؟ كيفاش وليتي؟ ايه كنت قبيحه انا، كنت جهنمه اربان. شحال في عمرك؟ انا حومتي، شوف انا حومتي قاعد تبيتهم كبار صغار، جيراني قاعد تبليتهم، فاميلي قاعد خسرت معاهم، لحقت ماني ايماجين ماني وقلبتها معاها. زغاف انا من زرت عندي ما نحبش لي يلحقني، كون يكون بابا ما نقرا فيه وجمع بالي انا كيفاش دوك. هذاك الوقت كنت نخمم بواحد العقليه تاع انايا ما لازمش واحد يدنا ليا، واللي يدنا ليا لازم يخلص باش المره الجايه ما يدناش. خايف. ايه وشنو مع الوقت سهل ربي سبحانه، كانوا يقولوا لي ولا غير تسقمي ولا غير تبدلي، وانا نقول لهم ما ولا انا كيد ذهب منزول منحول. لا لا والله غير مع الوقت الحمد لله. ما كنتش على بالي بلي زوغ صح الانسان مع الوقت يتبدل. ايه 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 الحمد لله سهل ربي وتبدلوا ليامات، وكما يقول لك الانسان مع الوقت يدير العقل. على كل حال صح. الحمد لله لحقت على ربي كما يقول لك، ماما الناس اللي لحقتهم وتبليتهم ودرت لي باكار معاهم قاعد ديمونديت منهم سمح. بون انا الحاجه المليحه فيا انه كي نشوف روحي صح غلطه ديمونديت سمح. صح. شحال في عمرك؟ بون 24 سنة. 24 اه صح صح. الهم والموفيسون يعني كبرك يعني. يا دوك انا كي ندير نخطبك تقدر يا 24 سنة ماشي كبيرة، بون باينة ماشي بايرة ما كانتش. معليش انا بارابول اني 36 سنة ولكن. اه؟ يعني كبيرة عليك انا يعني. كبيرة عليك انا يا. انا كبيرة عليك انا. على بالي شفتك انا في الصور. شفت على الفيسبوك باسمك. يا لي افيرتيت الغاشي قلت لهم ما يفتحوا فيسبوك باسمك، انا نفتح فيسبوك باسمك. هكذا واش تسميه؟ اه ندير لي زانفيتاسيون نقلب لك على عروسه. بون انا بيان سور انا اللي نكون العروسه تسمع عليك ندير لهم الناس. ايه ايه يا صافا بيان والله الحمد لله. بس صافي بليزير مع الوقت اللي تسقم. شنو الحاجه اللي خلاتك تتسقمي؟ وشنو الحاجه اللي رجعتك يعني يعني تحطي رجلك يعني في المبادئ يعني؟ دوك نقول لك دوك نقول لك، انا كنت جوغ عندي واحد العقليه ما نحبش اللي يحكم فيا شايف. ولحقت اوبوا وين عندي واحد الفاميليا جوغ في البال شغل هي الكل في الكل، كامل اللي يخافوا منها
حتى انا كانوا كيحكوا لي عليها يقولوا لي جوغ لي دو جوغ اللي كيتسمع واحد زعما وليد عمي يحب تعمي قولوا لا لا ما تزوجش بها سكاره زوجها بواحد اخر تخليها هذاك هكاك. انا زوغ انا كنت زوغ ضيقت لي ما نكذبش عليك قلت لهم ان شاء الله انا هذه كون تجي دارنا ندير لها درس في الاخلاق. في معمول حق ربي واحد النهار جات لعرس اختي درت لها واحد الجز وين يعني قطعت شويه تطرطق جوغ انا صغيره وهي كبيره وكيفاش الفاميليا كاع يريسبكتيوها وانا خرجت لها طريق. ومن بعد جاو قالوا لي علاش درتي لها هكا وزعفت زعفت قلت لهم روحوا قولوا لها اصلكم فلانه انايا هذيك الدوله لاكي دايرتها في راسك تاع صدام حسين ما تجيش ديريها عليا انا عندي في راسي قانون وحدي وبلاد وحدي وانا الشعب وانا الرئيس وانا كلك البادرينو البادرينو والله ما سمعت البادرينو البادرينو اه ايه ومن بعد زوغ لحقت بين خويا تزوج قالت له مرتو اختك هذه زوغ بدات تحكي له عليا قالها شوفي قصري مع خياتي كامل وعشريهم كامل قالها غير هذه ما تدوريش بها قالها هذه تاكلك بلا هكا فيما المو نقول لك حاجه والله العلي العظيم صرا لها واحد البروبلام صرا لها واحد البروبلام انا اللي وقفت معاها وبورتون والله العلي العظيم يا اربان غير شوف والله العلي العظيم غير لحقتني وين ربي لي عالم وين اوبا وين رحت من دارنا قعدت عند فاميليا كاغيم وما جيتش للدار باش كون نجي للدار ما منت ما قدرش نشوفها انا واحد كي ما نحبوش ما نشوفوش ايوا بعد اون فان كونت ولات تهضر هضرت كيما يقول لك لحقوا لي الهضره قالت لهم فينا المو فلانه هي اللي خربت لي تحلف هذيك الدار وهي اللي هكذا ولي قلت لهم ماشي مليح لي يحقر بالعين اولا وكيما يقول لك يكذب عليك الناس تتبدل بيسك ربي سبحانه قال لك يكون يكون فيه كاين تكون كاينه ساعه التوبه شايف كيف انا ما كنتش دايره كاع في بالي بلي حيجي نهار ونتبدل ونولي انت كانوا يقولوا لي ديري ميزان في فمك كنت نقول لهم انتم مرض ما كاين ميزان يجي في الفم ما كنت نعرف ما نكذبش عليك وكل حاجه اللي في قلبي نقولها الحاجه اللي جو قدام لي هذيك هي الصح نهضرها وكاين دي فوا تقول لك صراحه تجرح انا هذيك الصراحه ما كنتش نخبيها نجرح بها الناس وين يزعقوا ومن بعد الموضه ما نقول لهم انتوما الشعب ما يحبش الحق وانتوما ماشي حقانيين وانا مرايا واللي يجي يشوف اللي يجي يهضر معايا يشوف كاع روحه ويشوف كاع عيوبه ويشوف حاجه مليحه ولا ماشي مليحه على ما يعجبكم الحال وما تقصروش معايا ومن بعد روح يا زمان ودي يا زمان تبدلت الدنيا كيما يقول لك شوف ترى لي واحد بزاف كيما اللي عرفت كاع الحكايه كيفاش دايره الحق عرفت في دايره اسمع فيا ماني اسمع فيك ما دول جيراني يهضروا قال لك احنا في دار ما سته بنات قال لك فلانه مليحه فلانه مليحه فلانه مليحه فلانه مليحه لحقوا لي اهو فلانه ماشي مليحه كي طلعت حساباتي لقيت لي بروبليم تاوعي والمشاكل تاوعي كامل على جال كيما يقول لك دارنا كان جوغ تسمع هكا اختي تبكي واش كاين قول لي فلانه قوشت معايا وضربتني ولا حقرتني ولا قالت لي وانا خياتي ماشي من الزور اللي زعما يقابحوا بيان سور كيما يقول لك هذيك القباحه نحالهم كاع ربي ودارها فيا نورمال انا نهار سمعت اختي تبكي واش كاين قالت لي فلانه دقدقت لها خرجت كروشيت فيها جبدوني دارنا من دارها الله يا مامي تعد بزاف طفله يا الله المره الجايه ونوزي لك وانت جاق بهذا قال لي شبيكي جيتي من الخدمه طايره تقلي في الناس قلت له يا علاش دير بديت نعيط هكا من بعد فينالمون عرفت باللي زوغ كيما يقول لك غير انا راني نخرج للعيب حكمت خياتي قلت لهم شوفوا نقول لكم حاجه من تاريخ اليوم كل وحده عندها بروبليم تفري هذاك البروبليم لعمرها انا علاش انا خرج روحي لعيب مع الناس وانتم تبقاو ملاح وانا ماشي مليحه من هذاك النهار جوغ زاد جا عرس جاو الجيران حكمتهم كاع ديمونديت منهم سماح كاع وهكذا سمحوا لي كنت صغيره وما نعرفش صلاحي وبداو لنا تعرف نديروا لهم شويه الزيت تعرف ديريني يموتوا على مسخره وبعد قالوا لي كاع راكي مسامحه ونورمال صرت واحد ستوته يعني انا ما نكذبش عليك قلت لها هاكي كبرت سمحي لي تخمون على بالي بلي مانيش غالطه عندي الحق ما خرجت لها للعين بصح قالت لي معليش يا بنتي والله غير معليش ويا زهره انا كنت نروح ليها من شرطيه ايه 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 صح 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 اشهار 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 ومن بعد نعاود نقولوا لك اشهار اشهار اسكو مع الوقت الانسان يقدر يتبدل اسكو الوقت يقدر يبدل الانسان كي يكون ماشي مليح يعني فيه يعني عادات اللي ماشي مليح يعني الكذب الخداع اكسيتيرا 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 اسكو ها
يتكلموا مع الوقت. 021-69-27-27 ناخدو مكالمة. ألو نعم. ألو ألو ألو. السلام عليكم. سلام ويا إبراهيم واش راك؟ لاباس صحتكم بخير؟ لاباس الحمد لله. سؤال عليكم. والله الحمد لله. مرحبا بك. الله يسلمكم يا خويا. مرحبا بك تفضل. الله يسلمك. معك بلال مشراقة أخو. مرحبا بك. مرحبا بناس الشراقة. الله يسلمك خويا. تفضل خويا أنا نسمعو فيك. بون كيما قلت درت لنا سوجي الله يعطيك الصحة سوجي مليح. وكما يقول لك هذه تاع الانسان يقدر يتبدل ولا ما يتبدلش صريح كما يقول لك. يقول لك ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وشنو كما يقول لك صح دي فوا تقدر يكون انسان يكون مليح يعاود يولي ماشي مليح. يقدر يكون انسان ماشي مليح يقدر يعاود يولي مليح. والله بروف شفناه. ايه كاين دي جون كيما يقول لك كانوا دي تريون تاع ميلي تاع كدا تاع كدا وداهم ربي كيما يقول لك وتسقموا ولا ولاو طريق ولاو الحمد لله كيما يقول لك الناس ولا ضرب بهم الامثال. صافي بليزير صح سي فري. بار كونتر انايا بيرسونيلمون كيفاش كنت وكيفاش وليت تبدلت سي تادير دون كيل سونس. كي كنت صغير صح كنت اكثر كنت فوتبالر كنت لعب بالون وكذا كنت كذا. مي تقول الحق سيرتان لا شغل تبدلت مي كيقول لك الحمد لله ما رحتش لخوتي موفي. مي بارابور كيفاش كنت وكيفاش راني بريفيريك شغل بالك كيما كنت خير ملي راني دوك. وشنو الفرق ما بين كيما كنت وكيما راك دوك؟ لا ديفيرونس بين كيما كنت وكيما راني. كما يقول لك حاجه اللي كي ابوندوني السبور ديالي شغل تساتوريت بزاف في حياتي. اه ما ماغري هكذاك ما فهمت يعني وراه لا ديفيرونس ما بين دوك وكيفاش كنت. لا ما سمعت مليح براهيم. قلت لك ما قال هكذا ما فهمتش لا ديفيرونس يعني كيفاش كنت وكيفاش وليت ما كيفاش كنت كيف زمان كنت فوتبالور كنت سبورتيف اكسيتيرا دوكا كيفاش عنده مشكل مع لا باغي. بالله ما نطول عليكم ناخذوا مكالمه. الو نعم. الو نعم السلام عليكم. سلام سلام. باش حبيت نحكي حكايتي يا خويا تفضل. سما قلت ناس ملاح اسكو يتبدل وواحد ماشي مليح اسكو يولي مليح مع الوقت. انا بالنسبه لي واحد ناس ملاح ما يتبدلش اكفام صح اكفام. واحد ناس ملاح ناس ملاح وشنو دوك البروبليم وراه شي كو واحد يديماري لك بوتش ناس ملاح وهو في طوفه ماشي مليح. نو هذيك حاجه واخد اخرى حاجه واخد اخرى. هذا هو البروبليم. لا ومن بعد وكتاش تفيق له تفيق له مع لافان. ايه مع لافان تفيق له بلي هذاك ماسك. بصح حنا نقولوا اسكو انسان مع واحد نسيبي اه نسيبي ناس بنا كدا منا مده 20 سنه خويا نهضر لك حكايه بيديك اه 20 سنه هو ساكن عند بابا فهمني 20 سنه هو ساكن عند بابا ياكل يشرب داروا له التيران بناوا له الدار تهلاو فيه شغل مدي طفل هكذا هكذا نورمال معليش نورمال. نهار تول روحو خويا وطلقها دوك هذا واش نسموه نهار كي نهار نهار تول روحو مليح كون روحو مليح راح طلق اختي. هذه وفي دار شراء في دار في دار شراء قال لهم طمعت فيا. صح نحكي لك حكايه صح ماشي ضحك اقسم بالله غير صح. ايه هم يضحك مي بكي على كل حال باسكو سي غراف. ما تهمش انك شغل راسك شغل يعطل كاع كومبليرمون يحبس 20 سنه هو ياك ساكن ياكل يشرب دار 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 كدا دار كدا دار تاويل منا لاباس به كمل ورقه دار شرا. السلام عليكم. تما هذا نقدر نقولوا بلي نكار الخير. نعم نقدر نقولوا بلي نكار الخير. والله غير تكوبا الهضره يا اخي. نقدر نقولوا بلي نكار الخير يعني مانيش نسمع منها. نكار الخير الانسان هذا يعني وش بيه؟ نكر الخير نكر نكر الخير هذا ديمارك شغل حناش من الاول ديماري حناش هما رباو حناش الوالدين مع الاخر غير كبر قرصهم وقرص لهم بنتهم هذه هي. واش قال لها ليها؟ نعم وهي واش قال لها؟ واش قال لها يعني؟ الافا طلقها نورمال.
نورمال طلقها. انا اللي حيرتني كاع با طلقها معليش نورمال على الاقل ما تفهموش. وقف دار شراق قال لهم طمعت فيا انا تما عييت. اه سيبري سيبريك سي دي شوز كذا يعني ما يندارواش يعني. هذه حكايتي ما بين الحكايات اللي حكيت لهم. ولكن احنا نقدر نقولوا باللي يعني نكال الخير عمره ما يربح كما نقول على فان توجور تاع ليميسيون. قلت لك نكال الخير عمره ما يربح يا اخي. آه الله يسهل عليك بينو بين مولا اخو والله بينو بين مولا خاص در در العجوز در الشيخ درهم كاع راك فاهم درهم كاع والله يسهل عليه. المهم يخطينا برك انا هذا واش نتمنى نتمنى يخطينا سيتو هذا واش كاين اخويا ربي معكم وربي ان شاء الله يعاودكم ما خير ان شاء الله. يعطيك الصحة اخو بارك الله فيك. بارك الله فيك يعطيك الصحة الاخ. آه السلام عليكم. فوالا ان اوتر اكزومبل سيداتي وسادتي تاع يعني اونكور اون فوا واعر واعر شي يعني كي انسان يدور عليك انسان اللي داير فيه خير كبير كبير بزاف ويدور عليك على فا البروبليم ما يرجعولكش مي با خيرك ولكن واحد يدير الخير لوجه ربي بصح يرجعولك الشر هو البروبليم بصح كاين ربي. نختم مكالمة اهلنا عامة. الو السلام عليكم. السلام ورحمه البركه. واش راك ابراهيم لاباس؟ لاباس الحمد لله وانتم بخير؟ والله لاباس الحمد لله ابراهيم. الحمد لله منك تعيط لنا الاخ؟ الو الو منك تعيط لنا الاخ من فضلك؟ ابراهيم هضرت على السوجي هذاك تاع الناس ملاح يتبدل مع الوقت ولا ما يتبدلش. نعم نعم جسم وانا صرالي كا مع وحده فاميليا بدلتني امبورتون. كيفاش؟ صرا لي كام مع وحده فاميليا بدلتني 100%. كيفاش احكي لنا كيفاش صرات؟ يسمو كانت تخرج مع صاحبي وسحرتني سحراتك تاني؟ اه كيفاش؟ قالت لي سحرت ما باش نبقى غير نشوف فيها هي و الو راني نسمع فيك راني نسمع فيك. وكيف قلت لها بلي راح مع صاحبي صاحبي هذاك دار لي لادروك في البيتزا وفي الماكلات ما باش كي نحب نهضر لي ريكلام يقول لك بلي هذاك البنادم تاع لادروك ماشي ناس ملاح ماشي ولي فاميليا كان يدير هو دار هذه دار صافي انا هو الدوزيام اللي دارها لي دارها من قبل. تسمى كان يدير لك يعني المخدرات في الوجبه تاعك يعني اللي هي البيتزا خوف خوماج. آه. سبحان الله سبحان الله. اه آه. كان يقوتيه مسكين ايه كان يدير له لاقوتيه ودوكا بدلني لي خلاني انسان اللي ما نقدر ندير كونفيونس حتى واحد وحتى البنات ما وليش نقدر ندير فيهم كونفيونس. علاش؟ حتى البنات الماكله ما وليش ندير فيها كونفيونس. بيان سور كاين واحد يولي ياكل بيزا دروا فروماج يعشي مهروس. نو نو سي فري سي فري سي فري سي تو تافي نورمال. باه وي باه وي باه وي يعني خلاونك شغل بدا رجعوني شغل انسان براني في حومتي وفي بلادي. السؤال يقول عندي سؤال يعني كيفاش عرفت بلي كان يدير لك المخدرات في البيتزا تخوف فروماج؟ دوكا واحد يفيق لا دروغ يعرف لا دروغ يعرف هذا المسؤول يفيق بلي الماكله راهي ان نورمال. واش درت كي عرفت باللي كان يدير لك مخدرات في البيتزا بخوا فوماج؟ ما عندي ما راح ندير كما يقولوا ما لقيتش واش ندير قد ما حوت على حل باش ندير وما لقيتش. واحد يوكل ربي وخلاص. كل ما نصلي راني ندعي عليهم يا ابراهيم. بيان سور الى لحقوا لك هكذاك كل ما نصلي ندعي عليهم ونوكل في ربي عليها وعليه كما يقولوا في زوج. وهو كيفاش عرفها هو يعني بيسك انت صاحبه كيفاش عرفها؟ هذيك هي اللي ما على باليش. سؤال يا وانا كنت وابراهيم انا كنت ناوي على الحلال خو. اي بيا شاب سكريت نوي يوم الحلال توجور هما اللي يدوروا ناوي على الحلال وهي حبت الحرام كما يقولوا جربت روحها حبت الحرام. اللي ناوي يوم الحلال اللي تنوي يوم الحلال توجور هما اللي يدوروا عليك والباقي يجوب المكتوب. جسم يا ابراهيم الله جسم دوكا خلاتني دوكا بدلتني اصون قلت لك بدلتني اللي خلاتني دوكا ما وليتش ندير فيها قاف انت ما وليتش ندير ثقه في صحابي في الماكله في البيتزيريا. هذيك حاجه باينه. انا واش نقول لك يعني مازال الخير القدام ان شاء الله وماشي بنات كاع كيف كيف وان شاء الله تلقى مكتوب يعني قيسك ممكن ربي بعد عليك باسكو كانت فيها شر
كانت لفعة. كنت مع كوبرا، ربي يهنيك من الكوبرا، راك مومبا هكذا اخويا، ربي يهنيك ان شاء الله، ربي يعطي لك على حساب قلبك. اللهم امين ان شاء الله اخويا، ربي يهنيك صحيح اخويا. انا سيدي انت سيدتي هذه اولى توها، مازلت ناكل بيتزا هذه وحده. دوزيامون باش يلحقوا يديروك مخدرات في البيتزا باش يبينوك بلي انت مهبول. ها يعني شوفوا الانسان واش صرالو، يعني شغل فين حد يفلي فيهم وما صراش تاع مخدرات في بيتزا. الله قوتوني في بيتزا يا الله، راه عندنا نو ماني بيتزا فيها المهرويسات، ارا بيتزا دومينو يا ليزون. اسكو الانسان مع الوقت يقدر يتبدل؟ ناخذ مكالمه. الو نعم، السلام عليكم. السلام ابراهيم خويا، واش راك؟ صافا صحتكم بيا؟ والله غير الحمد لله يا ابراهيم. نقول لك حاجه يا ابراهيم، اقسم بالله غير وجعوني صبعتي وانا نفورمي من المقبل من 8 وانا نفورمي حتى صبعتي وجعوني يا خويا. وهذا الشيء شرفنا يعني اللي سوفليت يعني باش حكمتنا يعني، والله صار في بليزير. والله يا ابراهيم حكموا لي لي زاديتير في رجال في يدي يا خويا على قالك. الله يحكمني رجلاسه في يدي يا صافا ابراهيم. والله الحمد لله مو فخير، والله الحمد لله خويا. صافي بليزير خويا ابراهيم. مرحبا بك، مرحبا بك، منك تعيط لنا الاخ؟ الله يسعدك، انا نعيطك من لوساندي فاتح. من لوساندي مرحبا بك سي فاتح، مرحبا بك، تفضل انا نسمعوا فيك. بون ابراهيم سوجي على تري انتيريس. على كل حال انا عندي دو كا يا خو، الاولاني كيما نقولوا عليا انا، والدوزيام على واحد كان يخدم معايا. صح بكل اختصار. اللي عليا انا ندو عليا بون، المهم نسبق بنفسه خو. انا عليا يا خو كنت مزير يا خو، كنت مسمار، شفت مسمار مسمار. وعلى كان عندي ان بروجي في راسي، بروجي وشنو هو؟ لازم نتزوج ونجيب طولوبيل خو. الحمد لله ربي فرج عليا، كملت قرايتي يا خو، عندي انتيك كملت قرايتي. المهم برا كملت قرايتي، زيرت 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 يا خو، كيما نقولوا النفس ما يجوش خو. كرسي كرسي كنت نحرم هذه فوا من الماكله يا خو. راح على كل حال، على كل حال معليش. ومن بعد يا خو كي ديت البروجي تاعي الحمد لله كسبت طولوبين، جيت خدمت خدمت يا خو، تزوجت معاك الحمد لله. كيما نقولوا التمصم اللي طلقته هذاك يا خو، كيما نقولوا الحمد لله دوك راني عايش فيه بحبوها. الحمد لله الحمد لله. الو الحمد لله. وي ابراهيم سمع فيك؟ راني نسمع فيك، راني نسمع فيك. الله يسرك خو. ودوزيام خويا ابراهيم، جيت بون ابراهيم على كل حال، ماني نسمع فيك مليحه. معليش راني نسمع فيك، انا نسمعو فيك، انا نسمعو فيك. يا ربي يخليك ابراهيم، سمح لي يا خو راني نهضر بالزربه ابراهيم. ماشي مشكل. خلصوا لي لي زينيتي خو. معليش معليش. الله يرضى عليك ابراهيم. ودوزيام يا ابراهيم، هذا واحد انا بدلت له حياته. لو كان نقول لك كيفاش يا ابراهيم ما تامنيش، على بالي تامني. هذا السيد كان يخدم معايا في شركه. هاد السيد يخدم معايا في شركة. فهمت؟ هاد السيد كي تريح معاه، كيكون يريحوا مع جماعة، ما يجي يريح معانا. يحكي غير أنا وأنا وأنا وأنا، تسمى هذا هو سبع الغابة، كي تسمعوا تقول تحسوا هذاك هو سبع الغابة. يحكي لنا وأنا هذيك نعرفها وكذا ودرت كذا ودرت كذا ودرت كذا. واحد النهار درت له أنكو، بهذاك الكو اللي كيما نقولوا سي بون، كيما نقولوا السيد تبدل كومبليتمون، تبدل كومبليتمون معاه. هكذا؟ عيط له. واش درت ابراهيم؟ يعني ربي يغفر لي على كل حال. كنا مريحين قدام جماعه، وجا واحد الساعه وانا درت وانا كذا وانا كذا وانا كذا وانا كاع يحبوني وانا كاع يعشقوا فيا وانا كذا هكذا. والله غير هكذا ابراهيم، شريت لصاحبو واش قلت له؟ قلت له خويا اعطيني برك النيميرو تيليفون تاعو، قلت له دوك نفرجك هذا كيفاش يسوى. ما كي كانت يونيتي يا ابراهيم تاع الجماعه، ما كي كانت غاليه 2000 لا 2005 كنا ما على باليش. لكل حال ربي يغفر لي، شو مثل كاع ابراهيم الشهرية تاعو ولا غير اللي دارو في التليفون. ايه عيط له الو، قلت له لافوا تاعي، قلت روحي تصوت تاعي. طفلة طفلة يا خو. ودمرت به. شوف نقول لك حاجة ابراهيم، البي بيرو برك مو من الفئة قدام سمعتوا هذيك اللي كان يحكي لهم، نقول لهم شوفوا واش ندير له. البي بيرو يدي ماري يقلع ديرك يا خو. الو يعني وبروبليم يا خو فاش غاتيه؟ تقول ماري يا خو، ماري وعندي دراري. هاك معايا ابراهيم؟ راني معاك. فهمت؟ حكيت له الو وي ام بي بي نو برك. الو ابراهيم راني نسمع فيك. فهمت ابراهيم؟ يعيط له هكذا ابراهيم، يروح يجري يعيط لي يهضر معايا بربع ساعات زان مينوت، اربع ساعات زان مينوت. ومن بعد واش يدير؟ كي كوبي يهبط سي بون راني فريتها وكذا، وسمعهم يسمعوا فيها شكون يهضر. بعد ما نقولوا بلي السيد كذاب مع الاخر قاعد يا ابراهيم، مرقلي يا خو مرقلي دون فاسون، ما على باش حبي يمد لي النيميرو تيليفون تاعي لواحد علاش باش يعيط لي فوكو. ما ضمك شايف كيف فهمت انا دوكا كاع اه اه افهمي معايا. بعد كي مزو نيميرو تيليفون هذاك السيد عنده تيليفون تاعي. كي ماركا في تيليفون ريبيرتوار خرج له اسمي ديريكتومون. قال له يا طنخ، قال له هذا التيليفون تاع فلان بن فلان.
سيد عفاك واش ما انت ولا صغير باك شي جا ولا تضحك عليه من قولوا بلي سيد كذاب من هذاك نهار ابراهيم والله شوف سقم روحه بعد انا مديت شركة على كل حال صح صدقني يا ابراهيم من هذاك النهار السيد تاب تاب سي بون ولا كيريح مع جماعه يريح عاقل هدنتو والله يا ابراهيم قلت ولا يريح مع جماعه ولا يريح عاقل بصح انا واش حبيت يعني يعني كيفاش كنت عيط له شغل طفله يعني كيفاش اعطينا يعني مثال حي كيفاش ابراهيم كيفاش كنت عيط له نعمل له هكذا الو بونجور حنوني وين راه حنوني بون سمح معك نعمل له هكذا براين سمح لي عليك يعني ربي يغفر لنا على كل حال براين كنت كنت طايش كيما نقولوا هذيك كنت طايش نعمل له الو حنوني واش راه حنوني لاباس معك نعمل له سمح لي حنوني وجا بابا نكوبي له شوف يا براين والله يا علي العظيم والله يا براين كي يهبط يقلع يروح من الجماعه وانا معاه في وسطهم واحد من صابيجان ضرب الحاجة وكيفاش دايره هو جامي شافيه وكيفاش دايره وداك الشعر وداك وجماعة راهم يضحكوا صاحبي هذاك يكون معايا هو يشير له يغمز ليه هو يضحك وتقول والاخر تقول عجبو الحال تقول واحد الغابة عرفت شنو تقول واش بقى الغابة هذيك مع الاخر شوف يعني ربي يغفر لي كليت وقلت حاجة مرة ضربت معاه وقيلة واحد الفانجور الفانجور كي كانت لونيتي غالية عبروا ميسان كنا مع لباس اللولانية والله يا براهيم غير شو مرته بصح وشنو شريك يعني كنت اختلف فيها عدو بلا مكلمة أنا كومنجوز يقولوا لي كذي دلك لكو ايتحوا لي براهيم بصح وشنو من هذا كنار الحمد لله من هذا كنار تابو يا أخو ويا براهيم كان حاجة يا أخويا العزيز علاش حنا نحبوا نعذبوا الشعب الجزائري يا اخو حنا الشعب الجزائري معذب في كل شيء يا اخو معذب في لاكوندروم وفطرو في فطري معذب في طروليات باش يطلع طرولي معذب في طرامواي باش يطلع طرامواي يا خويا ديروا لنا في الجزائرين يا خويا ابراهيم باش ما نحكموكم فاسي المويا العزيز يا خويا ان شاء الله تكون خدموا لها الاذاعه الوطنيه وجيلا فهمتوا كي يخدموا يعني باش يكبروا لكم يعني الستاندار باش تكونوا نحكموا 60 ابل في وقت واحد يعني هكذا باش نفروها يبوكو يا خويا ان شاء الله يا خويا نقول لك حاجه والله غير صافي ان كرون بليزير بليزير بور مو ونقول لك حاجه خويا ابراهيم والله غير مزرق عليك وصراحه والله مريح في طوبين مازال ما طلعت للدار مازال ما تعشيت قلت والله غير اليوم نحضر معاك واليوم نسمع على سيجي تاع اليوم ونهضر ولي سيجي اللي كون ديرهم صافي فريمون يقيسوا بزاف يا خويا سامبي بليزير بارك الله فيك وربي يكمل لك وربي يحفظك يرحم والديك يعطيك الصحة وبراهيم الله يسرك ديرنا لا فيرسي اوريجينال تاع خطيرة الله يسرك ما يكون غير في خطر يكون بعد ان شاء الله ربي يخليك براهيم صحيت شكرا يا اي با فوالا راكم تسمعوا سيداتنا وسادتي ولكن يعني ولات كاين بزاف يعني اللي يهضروا يعيطوا يهضروا لك يعني بصوت تاع الطفله يعني بيسا حلوني نخدم كرامة الو نعم الو نعم السلام عليكم السلام كيفك ابراهيم غاية لاباس نحمد ربي ماك مليح والله ربي يعملك كي تعيطي لنا الاخر شتي الاخر اليونيسيو تاعكم عجبتني بزاف الله يسلمك مرحبا بك حاولت شحال من مرة ما نحكمكمش مرحبا بك اخ ابراهيم مش نسمع فيك مليح ما راني نسمع فيك تري تري بيان احكي لي الاخت احكي لي خويا ابراهيم انا كنت متزوجه انا مريم العين الدفله مرحبا بك كنت متزوجه والناس بانوا لي بوجه ومن بعد داوروا لي بوجه واحد اخر عاودي لي كيفاش الوجه واحد اخر يعني مع الاول كانوا يبانوا لي نورمال من بعد كي تزوجت عندهم ولا خويا يقول لي خوه ولا يقول لي لا ما عجبكش الحال انا وراجلي متفاهمين سمع فيا راني نسمع فيك راهيم راني نسمع فيك الاخت خو انا وراجلي متفاهمين هو وخوه من بعد خوه ولا يدخل بيناتنا يما كي خوه ولا يقول لي نحطو لدار الشرع من بعد دوماج كوبات المكالمه زيد سادتي سوجي تاعنا تاع اليوم باش نتفاهموا مليح يعني نحكوا على الناس اللي اسكو يقدروا يتسقموا مع الوقت اسكو يقدروا بعد ما يكونوا ماشي مليح اسكو يقدروا يتسقموا مع الوقت تكون فاهمكم يعني راك مع انسان
ناس ملاح وتاع افونير اكسيتيرا منا، ولكن فيه فيه امور اللي ما يخلوكش يعني تروح بعيد مع هذاك الانسان، وتقول ان شاء الله الانسان هذا يتبدل ويولي مليح. باسكو لو كان ما يتبدلش ولو كان ما يتسقمش مع الوقت امبوسيبل تقدر تكمل مع هذاك الانسان. دونك اسكو لي جون شونج افيك لي طون، اسكو يقدروا يكونوا ملاح مع الوقت. ناخذ مكالمه. الو. نعم الو. كاين ميم دي شونتير ما عرضونيش العرس تاعهم، كي نقول فلان ولا فلان نيميرو يعني بس تحير. ناخذ مكالمه. الو. نعم الو. السلام عليكم. السلام. واش رايكم؟ لاباس. الو. الو. نعم مساء الخير. مساء النور. واش رايك خويا اربد؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بك. الله يسلمك. مليكة من مليانة. مليكة مرحبا بك. مرحبا بالناس مليانة اللي نحبهم بزاف. الله يسلمك. تي اوبليجي باش تتبدل في هذا الوقت على بالك؟ تبدلي في المليح ولا في القبيح؟ تي اوبليجي باش تتبدل في المليح ولا في القبيح؟ دي فوا تكون عاقل ومادا تولي ماشي مليح، تولي حيلي بالبزاف هكذا. الو. اها. انتي وحدة فيهم؟ انا كنت مليحه عاقله بصح كذلك حيليه بزاف. ايه بصح الحيله ما تجيش بلا ميزاجور، الحيله تجي مع الوقت. ما مش صغر تما، انت من زمان حيليه برك ما فختيش روحك. والله ماني عارفه. لو طون هو اللي بدلك، لو طون والغاشي برا والناس اللي تتعامل معاهم هما اللي بدلوك. شكي عايشه في لاجانك يعني تاقلمي تولي تاكلي يعني الحنش يعني. والله ماني سمحت لك مليح. اها اها. خلاص كان حبيت نقول لوبينيون تاعي برك. بس سي بيان. نشكر المخرج تاعنا امين زواوي يعني بزاف، باسكو كاين بزاف اللي راهم يحوسوا يعيطوا كيما انايا. نقدر ندير ديديكاس؟ تفضلي بيان سور. الله يسلمك. نهديها لكامل الناس مليانة سون اكسيبسيون. نورا وتوفيق لهم يسمعوا فينا، ويما اللي راهي سهرانه وراهي تسمع فيك. سلمي عليها بزاف. وليكم انتوما ولولادي اكرام اسماء زينو كنزه وسيد احمد. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. وربي يعاونك يرحم والديك يعطيك الصحة. شكرا. علي عليكم. ناخذ مكالمة. الو. نعم الو. الو مساء الخير. مساء النور. الو. الو مساء النور. واش راكي الاخت؟ سي با نورمال ما باش يسمعوني. الو الو. وي راكي تسمع فيها هكذا بيا؟ راني نسمع شويه. تفضلي تفضلي تفضلي. مساء الخير. مساء النور. لاباس بخير الحمد لله. الحمد لله مرحبا بك. لاباس راه الحمد لله. انا مانيش نسمع ملاح. معليش مين راكي تعيطي لنا الاخت؟ مين راكي تعيطي لنا؟ انا ليديا من دير ابراهيم. مرحبا بك. تفضلي انا نسمعوا فيك. تاع اليوم قلت لي السوجي اللي درته اليوم، قلت الناس اللي كانوا ملاح ولا كانوا ماشي ملاح وتبدلوا. هي سورتو اللي ماشي ملاح اسكو مع الوقت يقدروا يولوا ملاح، مع الوقت يتبدلوا باسكو تخرج علينا وتخرج عليهم. انا هي مليحة الناس اللي يكونوا ماشي ملاح ويتبدلوا يولوا ملاح. كيف الكونتخير هي اللي حاجه دي ماشي مليحه. الكونتخير سي ديفيسيل باسكو واحد كي ما يكونش واحد كي يكون مليح يعني سي تري غار يولي ماشي مليح مع الوقت قليل. علاش مع الوقت ويرجع روحو قبيح كاش كيفاه؟ انا كنت نعرف واحد. كنت نعرف واحد صافي بيسكو 15 كارسو. كان انسان ما شاء الله، كان الله يبارك احنين مربي مؤثر نيت فاميليا، كانوا كاع الصفات الملاح فيه. وكان خدام عادي. انا وقفت معاه عاونته ايتو وليتو يرفد روحو وخدام ودار لي بروجي ديالو كلش. وسيتي بريفي نزوجو من بعد هذيك ما كانش الدار معليش قلت له خدم بهذوك الدراهم من بعد هذيك كي تخدم نشرو الدار ونزوجو ان شاء الله. فينالمون بعد ابخي شحال ابخي بليسكو 10 ابخي بليسكو 10 سيد تبدل كاريمون. دوكا هذاك المشكل علاش تبدل في النيجاتيف جوغ تبدل في ولا انسان واحد اخر جوغ ما فهمتش ولا تبدل باسكو كي ولا عنده دراهم ولا تبدل باسكو عاش الناس رفد عليهم ولا بوغتو ما كانش كامل هكاك كان انسان ما شاء الله وتبدل كان في البوزيتيف ولا في النيجاتيف. عطينا اكزومبل في التبديله يعني كيفاه؟ اكزومبل في التبديله. الو. جاوبت 69 27 27 راحت راحت. دوماج راحوا خلاص ولا دي زونيتي.
ايه ابخي 10 الناس تتبدل سي تو طافي نورمال الانسان يتبدل ابخي 10 سنين ولكن ماشي الحاجه اللي خلاتو تبدل باسكو الناس كيعيطونا يحكونا ممكن هذوك الناس ماشي لا فوت تاعهم بتاتكو اللي معاه رجعوا يتبدل هكذاك باوي سبيسيال ديديكاس الخويا وحبيبي الروجي والناس سوستاره اه يا خويا الروجي دات لي القنطة الموسيقى هذه ناخذ مكالمه هيا ناخذ مكالمه الو الو نعم الو 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 نعم الو وي راني نسمع فيك الاخت الو السلام عليكم السلام مرحبا بك دوماج ما يسمعونيش مليحه دوماج ناخذ مكالمه الو نعم يلو الو 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 نعم الو راني نسمع فيك الاخ معي إربن نعم ألو أنا اسمع فيك الأخ ألو أنا اسمع فيك كيف أنت ألو نعتذر على هذا الخلل في ستاندار تاعنا سيدتي سادتي سي تو طافي نورمال بوكو دابيل او 021 69 27 27 اي ان شاء الله نقدروا نحكموا مكالمه يعني اللي يقدروا يسمعونا ونسمعوهم ونشكر خويا وحبيبي جمال دا ما تنساوش ا بارتير دو مينوي الحصه ناخذوا مكالمه الو نعم الو الو نعم الو او نسمع روحي بيا الو 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 مساء الخير مساء النور لاباس بشراك خيا ابراهيم صافا والله الحمد لله الحمد لله يا ربي صافي بليزير كي حنا مكان لو بليزير اي بور موا تفضلي معك فتيحه من ولايه الزيت انا يا من الناس اللي تبدلوا انت من الناس لي اللي تبدلوا في المليح ولا في القباح كيفاش في المليح ولا في القباح الو تبدلتي في المليح ولا في القباح نوت بديت في المليح داكو كيفاش كنتي وكيفاش وليتي كنت واحدة قبيحة دوك كيفاش صرت كنت نعرف واحد دوك قعدت معها 8 سنين صرت بيناتنا مشاكل وصلت الخيانة الخيانة تاني شكون اللي خان الاخر انا يا مي بعد طلبت السماح سمحي لي قبل ما طلبتي السماح كيفاش واش هي الحاجه اللي خلاتك ما تقدر تقول يعني كنت نقول لك قبلت ما تعملش صح ما نعرفش كان عندي مشاكل بزاف 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 بزاف, بزاف. هي ماشي زعما كيما نقولوا حتى يكون عندك مشاكل ماشي تلحق لدرجة انك تخون بصح بصح كل واحد الظروف تاعه مي طلبت منه السماح نورمال اسكو هو كيفاش كان يسير معك اسكو كان ناويك الحلال اسكو ايوا صح هو كان ناوينا الحلال ما فوالا سيدتي سيدتي فوالا كان ناوينا الحلال وخدعتي كان يحبني ما كاش حاجه نكرهها كيما الخداع الاخت الخداع دخل فيها بزاف امور دخل فيها الشر دخل فيها الكذب دخل فيها تنفيق بزاف هاد الكلمه ابراهيم تنفيق دخل فيها بزاف امور اسكو سامح لك بعد ما طلبتي منه السماح اي طلبت منه السماح اسكو سامحك اي سامحني فوالا غلوا علينا الشربه فوالا هذه هي اه من بعد تقول لك فوالا مام هو وسامحها سامحني تعتانيت ها سامحها ايه ما سامحني بصح المشكل ثم تصير حاجه صغيره بيناتنا كعادي قسمي تروحني تقول لي انت خاينه انت كذا انت كذا انا كنت نقول زعما ماما صارحني اذا ما سمحليش ماشي مشكل بصح باش تقعد انت باش انا اللي تجبد لها الماضي وتقول انت خاينه بزاف اه ما يقدرش ما يقدرش الا خنتيه افي ميم تعيش 400 سنه 400 زون ويعاود يجبدها لك هي صح ما يقدرش صح انا قلت له زعما اذا ما تقدرش تسامحني ماشي مشكل ما تقدرش تقيسني كل ما نقابلك انا وياك تقعد تقيسني انت خاينه انت
سي فري ديجا هي الغلطه يعني هو ديجا الغلطه يعني كيعاود ولا معاك ديجا نورمالمون ما يولي معاك ما يقدر لي يجبد لك يقول لك درتي لي ودرتي لي ودرتي لي ودرتي لي اذا عاود ولا معاك سي ما يقدرش يجبد لك هاد الامور صح لا كل ما ندير حاجه صغيره ابراهيم إيه؟ وليتي يا خاينه انت يا كذا انت يا كذا واعره واعره تكوني خاينه واعره صغيره ابراهيم بزاف 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 العفس العفس التالي شنو هي ابراهيم مع التالي كامل ابراهيم اخويا سمعتك شوف ابراهيم قسما بالله حبيت نروح تتعلم القصه زيد نفسهم شي صغير شوف ربع سنين طوال هذي شكيت عليه شكيت عليه واحد الدرجه ما تقدرش تصورها واش درتي شكيت عليه واش قالت لي وشنو؟ ريسكيت عليه ريسكيت عليه؟ اي واحد الدرجه ريسكي وانا شوفني عقلي يا ابراهيم خويا كان يعيط لي هذاك نكون ما يعيط لي ندبزلوا لي ابراهيم خويا على بالك كان ما يكونش قريب لينا ابراهيم خويا كان عندي طوموبيل عبيت بليك ابراهيم خويا نقلع الطوموبيل 12 تالي نروح ليه ما فهمتش والله ما فهمتش كي تقولي لي الاخت والله ما فهمت عاودي لي برك كنت بس انا ويا ابراهيم خويا ما نقدرش نستنى الصباح باش نروح نحكي معاه بس نروح في الليل نحكي مع ابراهيم خويا تروحي ليه في الليل تحكي معاه؟ كيفاه؟ ايه كنت نروح للين تلقانا ويا انا حكي انا وياه وكان يقول لي عفايس انا ما عقلي ما كانش يهمني ابراهيم خويا ما على باليش ما على باليش علاش كان يدير لي كما هكاك ابراهيم كان حقرك تقدر تقول حقرني تقدر بعد بعد ما بعد ولا قبل كلش بعد ما خدعتي ولا قبل بعد ما خدعت ابراهيم ايه بقى سي نورمال سي نورمال اخت ما تقدريش يعني ديري حاجه ويسمحها لك وتقعدي وحاج شغل ما صرا والو يبقى هذاك الجرح ما يبراش وهذاك الجرح يرجعوا يعني يدير امور اللي ابراهيم قاسم ما قري انا خوند ابراهيم واش قال لي واش دار فيا قاسمي اكثر واكثر اسكو واخدعك اسكو واخدعك ما خدعني ما امبوسيبل دار فيك اكثر ما درتي فيه ابراهيم خويا داني واحد الفايز نبغيش تصور ابراهيم شو وقتيني على بالك تقولي هكذا كان يعني اني كيريو اني كيريو واش والله على بالي كيفاش كان يدير لي دوكا صاي باغ اكزومبل عطينا اكزومبل واش كان يدير لك باغ اكزومبل حاجه اللي امبوسيبل تسامحي له ولا شغل كان شوف عطاك يكون معايا نورمال نورمال يقول لي بغيك منا من بعد يعيط يقول لي كل واحد يروح في طريق صاي ما نقدرش نكمل معاك تو نقول لك علاه تو نقول لك علاه ابراهيم كنت نبكي ابراهيم نبكي نعيط له نبكي هذا كنت نروح ليه نبكي ابراهيم نبكي مي كان بواحد القاسه ما تقدرش تصورها بعد التالي ابراهيم شنو هي اللي قاسني بزاف كان يقول لي ما تروحيش ما تروحيش لخالاتك ما تروحيش اي بلاصه وين نروح ابراهيم يقول لي لا لا خلاص نسيني على بالي نسي علاش درايت من قبل ما خونو كان هكا ثاني ايه العفسة التالية اللي دارها لي كنت نهضر معاه تسمى تقدر تقول بلي بيناتنا راه كامل بصح زعما قعدت نعيط له نسقسي عليه هكا مازاكي معاه مازاكي معاه مازاكي معاه نو جامي صايدك حبستو ديفينيتيف دوبي كومبيان طون شحال؟ كيفاش؟ شحال من وقت ملي حبستو؟ شحال عندي ملي حبست معاه؟ خمسة شهور ولا ستة هكاك وصبرتي نورمال ما صار لك والو نورمال عادي صحيح الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله فوالا هاي ديك سي لا بروف باللي باللي نقدروا نساو انسان فاسيلمون وسيرتو كي يكون انسان دارك هي خدعت هو عنده كاركتير راه غالب ما عندنا ما نديرو له وهذه هي واش راح دير خدعتني تعمرو ما يربح وعيب يبان مع الوقت الكذاب توجور يتفضح سيرتو طاح مع منية وانسان اللي عليه دعاوي الخير سيدي تنسي سادتي باسكو ما يخدعوا يكذبوا يديروهم ومن بعد يقول لك ها يجي يقول لك اسمح لي تنساو بلي كاين ربي سبيسيال ديديكاس الحكيم التنيت الخويا بدود اي صافي ياسمين ونسير وبشير سبيسيال ديديكاس تنيت الزهية تنيت اللي بعت لنا وقالت لي باللي مامانا صار لي كا كيما هذاك كنت مع ناس اللي تبدلوا مع الوقت ايه وي مثل البهيم يحرد
ويجي بلا. يعطيكم الصحة سيداتي وسيساداتي. مثل البهيم يحرت ويجي للعلف في العشية، واللي غنم سلوانو في الدنيا رزقو حلالي، وإذا يتوب لله ربي غفار كل سيا. نعم نعم لله يا أهلي عذروني وسعفوه بالي، العشاق كي يسمعوني رحموا. الله يرحمك شيخ. كيفاش حيتي يا ناس ما تنساوش نكال الخير عمره ما يربح.